السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني أعاني من نوم ثقيل يؤخرني عن صلاة الفجر وكذلك عن الدوام، مع أن نومي مبكر وأضع المنبه، فهل من طريقة تعينني على القيام؟ وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحالة؟ لأنك اعتدت هذا، والإنسان إذا تعود صعب عليه ترك العادة، فعود نفسك القيام والنشاط في الصلاة واهتم بذلك ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بصفة دائمة. أما لو أنك تريد القيام وعازم عليه وتقوم، عادك أنك تقوم ولكن غلبك النوم في بعض الأحيان، هذا عذر. أما اتخاذ هذا عادة وطريقة، هذا لا يجوز. نعم.